يقول باختصار يقولون العقل الله عز وجل هو خلق هذا العقل وأمرك أن تأتمر بأمره. انتبه مولانا، يعني الآن يقولون العقل يعرف الحسنى ويوجب أن تفعل. يعني مثلا ليس العبادات مثلا الصلاة والزكاة، لأن العقل لا يمكن أن يعرف هذا. انتبهوا مولانا، الشرعيات بجزئياتها لا يمكن للشرع للعقل أن يعرفها. يعني العقل لو ما جاء رسول، عقل العبادات يعني، نعم العبادات لا يمكن. المعتزلون هكذا يقولون، نعم المعتزلون هكذا يقولون. انتبه مولانا، نبدأ أشكر تمام. طبعا أولا تعلمون أن الحسن لا يحتاج، أن الحسن والقبح له ثلاثة معان. الحسن والقبح له ثلاثة معان. المعنى الأول ما كان صفة كمال وصفة نقص، هذا باتفاق الكل أن العقل يدري، وما كان موافقا للطبع ومخالفا للطبع مثل اللذة والألم، هذا باتفاق بالعقل. نعم طيب الآن ما هو يتعلق بالثواب والعقاب يوم القيامة؟ هذا الخلاف هنا، ما الذي يوجب العقاب وما الذي يوجب الثواب، أو ما هو متعلق الثواب ومتعلق العقاب؟ يعني بأسلوب أسهل وأبسط، ما الذي يوصل إلى الجنة أو يوصل إلى النار؟ لو ما جاء رسول هل هذا يدرك بالعقل؟ اصبر، هذا هو ما يوصل إلى الجنة ويوصل إلى النار، هل يدرك بالعقل؟ لو ما جاء رسول. فالأشاعرة يقولون، السلام ورحمة الله، الأشاعرة يقولون لا يعلم، لا يعلم، العقل لا يعلم ولا يوجب. والماتريدية يقولون العقل يعلم لكن ليس الجزئيات كما قلنا. يعلم ماذا؟ أن شكر المنعم حسن، ويجب، والعقل لو ما جاءك رسول يوجب عليك أن تشكر المنعم. فما معنى موجب؟ أنه لو ما جاءك رسول ليس هو شارع من دون الله، أو ليس هو شارعا من دون الله، ليس هذا المقصود، لكن الله أوجب عليك أن تطيع عقلك فيما يدلك عليه، الله أوجب عليك. تمام. مثلا اذا العقل سيعرفه يلزم له ان يحكم، يعني ان يوجب، يعني اذا لا معرفته
الحسن معرفته يلزم له ينبغي له يعني معرفة الحسن والقبح شيء ثم إيجابه شيء آخر وإلا لم يختلف الماتريدية والمعتزلة لذلك الماتريدية ماذا يقولون العقل يعلم ولكن لا يحكم انتبه الماتريدية ماذا يقولون نعم لكن كيف يعني يعلم ولم يحكم يعني إذا علم يحكم يعني لا 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 لا, لا. هذا حسن حسن اسمع 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 حبيبي شكر الله جيد نعم تمام العقل يعلم أنه لكن الله لا يريد أن تشكره هو غني عنك من قال لك كل شيء جميل الله يطالبك تمام التصدق على الفقراء جيد تمام لكن الله لا يحتاجك لا يريد منك أن تتصدق كيف أنه أنت تقول كل ما عرف العقل أنه حسن وجب شرعا من قال لك الله أجل ها المعتزلة يقولون العقل يعرف ويوجب لو ما جاء الشرع فأنت وجب عليك أن تتصدق مثلا ولو ما جاء الشرع يعني بالجزئيات يعني العقل يعلم الجزئيات يقولون هكذا ليس العموميات عموميات الحسن لا. مثلا أما الصلاة لا. أو الزكاة 2.5% أو كذا هذا مستحيل لا. أما شيء حسن الإحسان إلى الفقراء نعم. كما قلنا شكر المنعم نعم. أن تشكر الذي خلقك هذا شيء جيد أو قبيح تمام فعند الماتريدية العقل يعلم شكر المنعم شيء طيب وجميل لكن لا يجيب الله غني من قال لك كل شيء جميل الله يريده من قال لك المعتزلة يقولون كلما علم العقل أنه حسن وجب عليك أن تفعله واضح مولانا؟ طيب نرجع إلى درسنا الله يحفظكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه ده. أسيادنا كلكم درس ودرس هذه المسألة الحمد لله أن هذا الغلام اليوم جاء تعال إلى هنا تمام ما لا لا لن نفعل شيئا به استغفر الله تعال 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 اجلس هنا بجانبي تعال هنا هنا تعال تعال ها ارجع ارجع الى هنا تمام اجلس تمام ايه اجلس لا تخف لا تخف تعال اهلا وسهلا نعم انتبهوا مولانا حتى نفهم لاننا عندما نقول للناس كلام الله عز وجل الله دائما يتكلم او دائما هو متكلم ها بدانا الله عز وجل انتبهوا يعني ستفتح أنت في كلام ابن تيمية وابن أبي العز وكذا يقولون متى شاء الله تكلم ومتى شاء سكت هذا لا يجوز هذا انتبه مولانا أرجوكم يعني تمام انتبهوا مولانا يعني إذا قدر الله لكن اليوم أنا يجب أن أخرج من هنا الساعة الثامنة يعني يوجد وقت ساعة أكثر من ساعة لكن يجب أن أخرج الساعة الثامنة عندي أمر المهم فأرجو في هذه الساعة أن نأخذ فكرة تمام فأولا عندما يسمع الناس كل العلماء يقولون صفة الكلام منافية للسكوت يعني لا يجوز أن انتبه الآن أنا أسألكم سؤالا صفات الله واجبة أو جائزة؟ واجبة. قولوا. جائزة. واجبة. 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 صفات الله. واجبة. طيب مشيئته.
تتعلق بالواجب أو بالجائزات؟ إرادة الله وقدرته بماذا تتعلق؟ تتعلق بالواجبات؟ إذن كيف تقول والله متى شاء الله تكلم ومتى شاء لم يتكلم؟ انتبه مولانا، يظنون أن صفته أن كلامه نقصد به فعله. الأفعال جائزة، متى شاء الله؟ إن شاء الله خلقني، إن شاء الله ما خلقني، إن شاء الله خلق الدنيا ما خلق الدنيا، هذا تمام. أما صفات الله ليست هكذا، كأنك تقول متى شاء الله كان قادرا، متى شاء لم يكن قادرا. كل زمان قادر، لا يوجد زمان، لكن هو الله عز وجل قادر أزلا أبدا. تمام شيخنا؟ الآن الكلام، الكلام مثل القدرة، الكلام مثل القدرة، الكلام مثل القدرة صفة أزلية مثل العلم. هل تجوز أن تقول متى شاء الله علم، متى شاء لم يعلم؟ لا يجوز. الكلام مثله تماما، لكن يجب أن نفهم ما هو الكلام. يا فتاح، المهم أن تبقى معي. لا يجوز أن يسكت هكذا. طبعا سيدي، منافية للسكوت، لكن أنت الآن تتعجب. إذا أول مرة أوف، اسمع يا مولانا، يعني أمور العقيدة، أمور العقيدة يا مولانا، يعني أحيانا كثيرا نقرأ الظاهر من الكلام ولا يعني نتعمق فيها، فأرجو الانتباه خصوصا إلى هذا الدرس. تمام مولانا؟ الإنسان عنده ثلاثة أمور. الإنسان، نحن نتكلم عن الإنسان الآن، عنده علم، وعنده كلام نفسي، وعنده كلام لفظي. انتبه الآن، مثلا أنا أو أن هذا يحفظ القرآن كله، هذا في علمه. لو قلنا له أو قلنا للشيخ هوزان، هوزان ماذا اللفظ الصحيح؟ هوزان. طيب لو قلنا نريد منك أن تتكلم كلمة الآن، كلمة يعني خطبة، صحبة عن الصدق، يلا معك 10 دقائق، حضر نفسك، ماذا يفعل؟ يبدأ يتكلم في نفسه، ماذا سيقول؟ يحضر في نفسه. هذا ليس العلم، هذا غير العلم. هو يخرج الكمبيوتر، فيه هارد ديسك وفيه رامات ذاكرة. الآن المعالج يخرج من الهارد ديسك إلى الذاكرة، ثم يخرج الصورة. تمام؟ الآن أنت أو هذا الشاب قلنا له حضر لنا 10 دقائق، أرجوك ابقى معي. معي؟ تمام، يعني بدأت الكهرباء عندك تذهب قليلا. سيدي حضر 10 دقائق خطبة. أنت عندك كلام، عندك علم كثير، لكن كم تستطيع أن تستحضر هنا من الكلام؟ قليل. انتبه مولانا، لذلك أنت لو حافظ القرآن قبل أن تتقدم للإمامة تقرأ، مثلا تريد أن تقرأ والضحى والليل إذا سجى، ماذا تفعل؟ ها بل تقرأها في نفسك، تقرأها في نفسك. هذا هو العلم؟ لا، هذا اسمه كلام، كلام نفسي، وهذا أثبته القرآن. أحيانا مثلا إذا هذا أخاف منه أنا، لكن لا أحبه،
أسبه لكن في نفسي لا أخرج، كما قال الله تعالى ويقولون في كان المنافقون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. اسمع مولانا، ويقولون في أنفسهم، انظر، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. إذن يوجد كلام نفسي ثبت في القرآن وفي الواقع، معلوم هذا الكلام النفسي. هل الكلام النفسي هو العلم؟ لا. لماذا؟ لأن علمك كثير، لكن أحيانا تقوم تتكلم، تريد أن تتكلم فتقول لماذا تقول هكذا؟ لا يوجد كلام نفسي. تمام؟ تمام. اسمع الآن، اسمعوا أرجوكم. الإنسان إذا كان عنده كلام نفسي كثير، هذا دليل ذكاء أو دليل يعني عدم الذكاء؟ دليل ذكاء إذا كان عنده ماذا؟ كلام نفسي كثير. اسمع الآن مولانا، اسمع الآن هذه الكلمة. الله عز وجل متكلم بكل علمه أزلا وأبدا. يعني انتبه الآن، أنا عندي علم كثير، لو كله كنت متكلما به، تمام، هذا صفة نقص أو كمال؟ تمام. لو أنا ما استطعت أن أتكلم بعلمي، ما استطعت، هذا كمال أو نقص؟ الله لو قلنا، الله لو قلنا سكت، ما معنى سكت؟ يعني غاب عنه علمه، فلذلك هي منافية للسكوت. انتبه مولانا، ما معنى يقولون الله متكلم ده حتى في الأزل لا يوجد من يكلمه؟ كأنه يقولون يعني يحتاج الكلام إلى من يكلم، إذا لا يوجد أحد من هو يكلم؟ تمام. أنت الآن لو كنت وحدك واستحضرت كل علمك، تحتاج من يكلمه؟ لا تحتاج. فلو الآن، لكن انتبهوا، هذا الكلام النفسي، هذا هو كلام الله أصلا، كلام الله هو هذا، هو كلام الله، كلام النفس فقط. اسمع يا مولانا، كلام الله هو الكلام النفسي، هذا صفته. أرجوكم يا أسيادنا، اعترض علينا ثم تمام، ما في مشكلة، أرجوكم انتبهوا إلي. أنت لحظة الحبكة راحت عليك. والله سيدي أرسلت له رسالة ثم كان عاود الاتصال. خير خير. أي نعم، ما في مشكلة. الله يهديك. بتعد له المسألة. اسمع مولانا. يعني الكلام نفسي الخطر بالبال. هذا بالنسبة للإنسان، انتبه. لكن الله لا يعني أنه يستحضر، الله هو موجود كلام النفس في ذاته أزلا وأبدا. نحن نشبه حتى تفهم الفكرة، لا تقول الله يعني يستحضر من علمه، حاشا. الله يا سيدي، الله علمه، علمه قائم بذاته أزلا وأبدا، وكلامه قائم بذاته أزلا وأبدا. بالنسبة لنا طبعا، ذات الله ليست جسما، عندما نقول الذات لا تفهم جسما، وعندما نقول كلام نفسي ونفعل هكذا تفهم الله عز وجل، يعني استغفر الله، نحن نشبه لأنفسنا. أكرر، يوجد عندنا نحن ثلاثة أمور، جيد، عندنا علم وعندنا كلام نفسي غير العلم، تمام.
الله عز وجل كلامه النفسي يساوي علمه، فالله متكلم في نفسه. الآن لو قلنا متى شاء تكلم ومتى شاء سكت، انتبه الآن، أو مثلا أحيانا يسكت لا يتكلم، ما معنى هذا الأمر؟ هذا يساوي الجهل. ها؟ سكوت الجهل، بمعنى الجهل. يساوي الجهل، ما قلت هو الجهل. انتبه الآن، أرجع أقول لك هذا عبد الكريم أفندي، تمام؟ لو كان يستحضر ساعة من علمه في ذهني كلام نفسي، أو لا يستطيع أن يستحضر، أيه صفة الكمال؟ أن يكون في نفسه كلام ساعة، وإذا كان في نفسه كلام ساعتين أعلى، وإذا فيه كلام ثلاث ساعات أكثر. إذا هو مستحضر كلام يساوي علمه، يعني لا يغيب من علمه شيء عن كلامه النفسي، هذا أكمل أو أنقص؟ أكمل، هذا منتهى الكمال، تمام؟ الله جل جلاله لو قلنا والله الله عز وجل في نفسه يتكلم وأحيانا لا يتكلم، ما معنى لا يتكلم في نفسه؟ وإن كان ليس العلم، الكلام شيء، لكن يغيب عن كلامه شيء من علمه. ولذلك الآن هذا معنى أن الله، أن صفة الكلام النفسي قائمة بذات الله أزلا وأبدا، مثل القدرة. هل الله عز وجل في الأزل عنده قدرة وأبدا عنده قدرة؟ هل يمكن أن تغيب قدرته عنه؟ والكلام نفس الشيء. كيف ترتبط ببعضها؟ انتبه الآن، من حيث التعلقات، مثلا القدرة والإرادة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالجائزات. الإرادة، الكلام والعلم بماذا يتعلقان؟ القدرة، العلم والكلام بماذا يتعلقان؟ بالواجبات والجائزات والمستحيلات. لكن ما الفرق بينهما من حيث جهة التعلق؟ فصفة العلم ينكشف لها كل شيء، وصفة الكلام تبين كل شيء. فصفة العلم صفة كاشفة، وصفة الكلام صفة مبينة. انتبه الآن، أنت بعلمك ها تعلم موجود فلان وفلان وفلان، ثم تقول بلسانك على التل، يسألك إنسان من هو موجود، فأنت تعرف الآن فلان، ثم تقول موجود فلان، يعني تعرب عن علمك بكلامك، مبينة. تمام سيدي، هو صفة العلم متعلقة بكل أحكام الحكم العقلي، يعني الله يعلم المستحيلات ويعلم الواجبات ويعلم الجائزات، ثم الله متكلم بكل علمه، بكل علمه، بكل علمه. يعني أستغفر الله، أستغفر الله، لا أقول عن الله، أرجع أمثل فيك أنت. أنت الآن لو حسبنا معلوماتك، كم مجلد تكون أنت؟ اسمع، أسماء المدن، أسماء الأشخاص، أسماء الأصدقاء، النكت اللي حافظها، كل هذا كم يكون؟ 100 مجلد. المهم لو أنت الآن
تتكلم ليس يعني تتكلم في نفسك بكل علمك. دقيقة ليس دقيقة. أها. سيدنا عمر لما أراد أن يتكلم في سقيفة بني ساعدة فقال له ما أذن له أبو بكر رضي الله عنه، فقال عمر ولقد زورت في نفسي مقالة أعجبتني، سماها مقالة. يا حبيبي الكلام النفسي ما هو؟ أنت وذاهب إلى الصحبة أحيانا تتكلم في نفسك ستقول كذا، ليس العلم، تقول وأحيانا ترفع صوتك وأنت في عقلك ما بدون لسان، سأقول هكذا بهذه النبرة وهذا الكلام، تمام؟ هذا ما اسمه؟ الكلام النفسي. فأنت لأنك ضعيف، وأنا لا تحزن، لأنك ضعيف لا تستطيع أن تتكلم بكل علمك. الله متكلم بكل علمه ولا يغيب. إذا سكت، ما معنى سكت؟ يعني غاب من كلامه النفسي شيء مما يعلم. هذا نقص يجوز؟ لا يجوز. إذن هي منافية للسكوت، فالله لا يسكت بهذا المعنى. ألو أنت هنا؟ إيه؟ فهم هذا الأمر؟ مثلا عندما نقول يستطيع يتكلم كما يريد الله، لا يجوز. اسمع سيدي، صفات الله، الله متصف بها وجوبا، يعني هي واجبة له ليست جائزة. اسمع يا مولانا، لا يوجد شيء من صفات الله أو من ذات الله متعلق بإرادة الله. اسمع وانقل عني، لا يوجد شيء ذات الله في ذات الله أو في صفات الله عز وجل جائز أو يتعلق بالإرادة. يعني والله تقول يعني الله عز وجل إن شاء علم كل شيء وإن شاء ما علم كل شيء، إن شاء قدر على كل شيء وإن شاء ما قدر على كل، إن شاء الله كان واحدا وإن ما شاء كان اثنين، إن شاء الله هذا فعل يا أخي، هذا فعل ليس صفة يا شيخ الإسلام. لك أنا أتكلم عن الصفات، أنا أفعال الله قلنا جائزة، إن شاء خلق إن شاء ما، يعني أنت وجودك ضروري غير ضروري، يعني لو الله ما خلقك يمكن كان أحسن مثلا، يعني نعم. فقط هذه الأربعة أيضا هذا من الخطأ الدارج، هذا مثال إحياء إماتة تخليق ترزيق رفع خفض إمراض شفاء، يعني لماذا فقط هذه الأربعة؟ يا شيخ أنا كل فعل الآن، أنت اسمع الآن، إذا جلست خلق من هذا؟ جلوسك امطار إسلاج ما شئت، أفعال الله أربعة فقط، تمام؟ حتى ليس هذا كلامي، ارجع إلى كلام الكمال ابن الهمام يعدد الغنيمي الكذا إلى آخره، لو يوجد وقت أخرج لك الآن وأريك، نعم. لكن يجمعها كلها التكوين، يجمعها كلها التكوين، هذه الأفعال التكوين واجب، صفته التي يكون بها واجبة، أما الآن إضافاتها يعني أن كونك الله، أنت فعل الله، التكوين على قول الماتريدية صفة واجبة، أما تكوينك أنت كل جائز، خلق السماوات، خلق تكوين الأرض، تكوين كل هذا التعلقات، يعني نعم التعلقات كلها جائزة طبعاً. يا شيخنا ما معنى جائزة؟ يعني العالم الله خلقه، هل واجب أن يخلقه؟
هذا من الجائزات. أما صفات الله كلها واجبة، ومنها الكلام، ومنها الكلام. فلا تتعلق الواجبات يا أسيادنا، لا تتعلق بالإرادة ولا بالمشيئة أبدا. يلا إن شاء الله أوجد نفسه، يجوز هذا الكلام؟ طيب، ماذا سفسط هذا الكلام؟ نعم. فإذا أسيادنا، صفة الكلام صفة، مثل القدرة والإرادة والعلم صفة واجبة. لا يجوز أبدا أن يقال متى شاء الله سكت، متى شاء تكلم، كأنك تقول هذا يساويها، متى شاء الله كان عالما ومتى شاء كان جاهلا. عرفنا قبل الزمان إنما الله كلام نفسي يعني صفات وأزلي أبدي، ولكن لا نعرف يعني كيف متكلم يعني يتكلم الله موسى مثلا. هذا موضوع آخر. هذا انتبه الآن، الله متكلم شيء ومكلم شيء آخر. انتبه شيخنا، متكلم شيء ومكلم هذا موضوع ثاني سنتكلم به، لا تحزن، لا تحزن، سنصل إليه بإذن الله. لكن أريد أن نفهم الصفة الآن. الكلام كلام نفسي طبعا. مولانا أرجع ألخص الكلام، صفة الكلام صفة قائمة بذات الله أزلا أبدا، منزهة عن السكوت وعن الصوت والحرف والترتيب. انتبه الآن، ها، يعني الله لا يقوم في نفسه مثلا وجاء جاء الجيم أولا والألف ثاني أبدا أبدا، لأن الترتيب يحتاج إلى وقت، الله لا يمر عليه وقت، الله أزلي أبدي بلا زمان. طيب، لا شك، اي دقيقة اسأل. الكلام أثره في الظاهر، سنتكلم الآن، سنتكلم هذا الموضوع، سنتكلم عنه. كلام النفسي عند الله ليس عربيا هكذا، المعنى ليس له لغة. الله أكبر، اسمع، اسأل اسأل حتى يخرج ما عندك من الكنوز. تمام، كنوز كثير ما شاء الله. اسمع حبيبي، اسمع، إذا قلت أنا بالعربي أنا أحبك، هذا لفظ، وبان سان سافيورم، تمام، وآي لاف يو، تمام، وكذا أستفرح حظك. هذا كردي؟ بالإنجليزي تتكلم، بالكردية لا تتكلم. والله لا أعرف. يجب عليك أن تعرف. لا أعرف والله، يمكن ولا كلمة بالكردي لا أعرف. يلزم الكردي ولكن يلزم الفارسي، فارسي. المهم، انتبه الآن، هذه اللغة من سمات الألفاظ. لاحظ الآن، لو أنا قلت أنا أحبك وهذا قال I love you، المعنى القائم في نفسي لا يختلف مني إليه، المعنى لا يختلف، معنى كلام نفسي، معنى حبيبي، معنى معنى الكلام، تمام، معنى الكلام الموجود في قلب الفرنسي والإنجليزي والعربي والتركي واحد. فالله، استغفر الله، كلامه ليس بلغة. الله عز وجل لا يتكلم لفظا حتى نقول كلام الله له لغة، كلام الله لغته عربية. استغفر الله وأتوب إليه. أبدا، حاشا، الله يقوم في ذاته معنا. اسمع الآن، الأخرس يتكلم في نفسه؟ لا.
طبعا يتكلم، لا يحتاج لغة، تمام، يتكلم في نفسه، يعلم أنه يحبك مثلا، يقول في نفسه أنا، ولذلك أحيانا يؤشر يقول هكذا مثلا، تمام. فإذا هو يتكلم، ما عنده لغة. سيأتي الروح جبريل يأخذ الوحي، تمام، كله سنتكلم عنه. أصبر أصبر، لو اليوم، لو ليس اليوم في يوم آخر. والله كم أحب أنا أن يعني، لكن خيرا خيرا. يلا المهم، اسمع يا مولانا، إذن كلام الله عز وجل صفة. هل عرفتم؟ إذا الآن كانوا يسمعون الطلاب، والله منذ أيام شرحت هذا الدرس لإخوة من كازاخستان، فقال نحن كنا نسمع ونصدق نؤمن، لكن أن الله لا يمكن أن يسكت. فكان في نفسنا كيف لا يسكت؟ طبعا يجب أن لا يسكت، يجب، لأن هذا يساوي الجهل، يساوي الجهل. فمستحيل أن الله عز وجل يعني أن لا يكون متكلما بكل علمه. فهمنا هذا، انتهينا منه. أصبر أصبر، انتهينا من هذا الكلام. كيف؟ أبداً متكلم بكل ما يعلم في نفسه أزلاً وأبداً. فإن قيل مثلاً هو الرجل يسكت، يسكت لأنه هو جاهل، لأنه يسكت. فإن قيل يسكت لينا يعني السكوت، نقول الجهل. مثلاً الرجل يسكت وهو جاهل لأنه يسكت. لك يا حبيبي، أنت كلامك النفسي ليس واجبا، نحن نقول صفة الله واجبة. أنا لا أريد أن أتكلم كلام النفسي، أصلا أنا أنام، عندما أنام أنا لا انتبه. أما صفات الله عز وجل واجبة أزلا وأبدا. تقول الله عالم أزلا وأبدا؟ طيب الآن أنا أنام فأغيب أغفل، لا يكون عندي علم، لأن أنا علمي جائز يأتي ويذهب وكلامي جائز. أما الصفة الواجبة، الواجب لا يقبل العقل عدمه. طبعا الجواب. المهم شيخنا، نحن نخطئ في تشبيهنا، يعني في تشبيه الله عز وجل مخلوقاته يعني، ولذلك لا يستغرق فهمنا هذا الكلام. تمام، نحن نعيش، أكثر الناس وسبب الضلال هو الأوهام. يتصورون الخالق بحسب الخلق. يعني يمكن طبعا في الركوع تسبيح تنزيل دائما طبعا جيد جيد هذا الكلام جيد، حتى يعني يذهب هذا الأمر من لكن المشكلة نسبح بألسنتنا ولا نسبح بعقولنا وقلوبنا. تمام مولانا. طيب إذن يطلق كلام الله على الكلام، وهذه صفته الواجبة، وهذه صفته الواجبة. جيد، لا مو شرط نستغرق الوقت كله، ما في مشكلة. الآن ويوجد ويطلق كلام الله على، انتبه الآن، يطلق كلام الله أيضا عندما تقرأ أنت القرآن. نقول هذا كلام الله الذي نطق به جبريل، كلام الله في اللوح المحفوظ، كلام الله. اسمع الآن، هل تعلمون في قلوبنا مخلوق كلام الله،
اسمع الآن، أنا سأقول لك كلمة حتى لا تنام. ألو. زين العابدين. إيه. لا ليس لا أكلم هذا مثل مثل أخي الكبير لا أستطيع أن أوجه له. أما هذا مثل أخي يعني مساوي لي فأستطيع أن أكلمه. أما شيخنا لا أستطيع. بكل أدب والله واحترام. إيه والله. المهم. أما مثل أخي أكلمه وهذا يعني مستوى واحد. الله يحفظكم. أي مولانا. كلام الله في القلوب في اللسان. اسمع الآن. هل تعلمون حتى لا تناموا أن كل ما قالت عنه المعتزلة أنه مخلوق نحن نقول إنه مخلوق. ها. لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في هذا الأمر أبدا. الخلاف بيننا وبينهم في شيء واحد، نحن نثبت الصفة النفسية وهم لا يثبتونها. اسمع يا مولانا، نحن نثبت الصفة النفسية وهم لا يثبتونها. أما كل ما قالوا عنه كلام الله مخلوق نحن أيضا نقول كلام الله مخلوق. افهموا، والدرس مسجل، إذا نقل خطأ مشكلة. يعني اسمع الآن، الله عز وجل كتب القرآن في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن. طيب هذا الموجود في اللوح المحفوظ مخلوق أو قديم؟ إذا اللوح المحفوظ مخلوق. طيب نزل به جبريل، نطق به جبريل، نطق جبريل بالقرآن، هذا النطق مخلوق أو قديم؟ جبريل مخلوق، كيف يكون نطقه؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق، المحفوظ في صدورنا في عقول مخلوق. إيه أنت مخلوق، عقلك مخلوق، كيف الذي فيه مخلوق؟ المكتوب في المصحف مخلوق، كل شيء مخلوق. إذا ما الفرق بيننا وبين المعتزلة؟ المعتزلة أثبتوا هذا فقط، نحن قلنا هذا كله المخلوق هو دليل كلام الله، دليل كلام الله، والصفة هي المدلول، الصفة هي المدلول. انتبه الآن، الآن أنا في نفسي أتكلم أني أحبك، هذا مدلول موجود هنا، كيف أدل عليه؟ بل أقول أنا أحبك حتى تفهم. تمام. فنحن الصفة الواجبة ما هي؟ ها. هذا الفرق بيننا وبين المخلوق. لم يقل أحمد بن حنبل حتى مات يعني هؤلاء مخلوق. أصبر 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 أصبر. المعتزلون ينفون كل الصفة. تمام تمام. لا 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 لا، إلا في الكلام يثبتونها لكن ليست قديمة. يقولون الله متكلم بكلام يخلقه في غيره. نعم الله متكلم. كيف متكلم؟ خلق كلاما في اللوح المحفوظ، خلق كلاما في لسان جبريل، خلق كلاما في الشجرة. الله متكلم بهذا. اسمع الآن، نحن نقول عندما يقرأ عبد الكريم قرآن هذا الكلام الذي مخلوق واسمه كلام الله، اسم كلام الله مخلوق، لكن هو هذا دليل كلام الله الأزلي، لأن الأصل في الكلام ما هو؟ النفسي أو اللفظي؟ النفسي. قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تمام. أو على القلب دليلا. انتبه الآن، فالصفة القائمة بذات الله مدلول، وكل شيء أنت تقرأ، هذا الشاب يقرأ موجود في هذا، كله دليل كلام الله عز وجل.
ويطلق على هذا وعلى هذا كلام الله. يعني مشترك؟ مشترك. نعم. يطلق كلام الله على الصفة القائمة بذاته وعلى ما يدل عليها. تمام. الكلام النفسي صوت؟ لا. لفظ؟ لا. حرف؟ لا. أبدا. لأنه مخلوق يعني. شيخنا في استخدامنا معنى يعني هل هذا تقريب أم يعني هو الكلام النفسي معنى؟ نعم، كل الأصوليين هكذا يتكلمون، هو معنى. أنت يقوم في قلبك معنى، لكن ليس هو العلم. انتبه، المهم أن لا تفهم من المعنى أن الكلام النفسي ذاته هو العلم. انتبه وأنت تدرك من نفسك أنه ليس العلم، لأن العلم موجود وقد يكون غائبا عن نفسك، أما الكلام النفسي حاضر في نفسك. كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون أمامه ويقولون لولا يعذب، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. تمام. الآن عرفنا الكلام اللفظي والكلام النفسي. السؤال الآن كيف، وانتبهوا، كل ما يقول عنه المعتزلة أنه مخلوق نحن نقول عنه مخلوق، لا شك في هذا. ما هو القديم؟ الكلام النفسي، الصفة الدائمة في ذات الله. أكرر، إذا جاءك إنسان قال لك كيف متكلم أزلا وأبدا، قل له لأن السكوت يساوي الجهل. بقي كلمة واحدة، ما هي؟ كيف خرج كلام الله منه؟ يعني إلى الجبريل. نعم. كيف خرج كلام الله من الله؟ لا نعرفه شيئا من الأشياء. تمام. الآن سنتكلم. الأستاذ يعني في مكتبات الشريف الإمام رباني قال الله تعالى كل ذاته علم. لا تفعل هكذا. نعم. شكرا. نعم. كل ذاته علم، كل ذاته سميع، كل ذاته يعني بصر، كل ذاته كلام يعني. كل ذاته يعني. نعم. كل ذاته جار مجرور. نعم. ما في مشكلة. ذاتي. طيب. الآن اسمع إلى كلمة الطحاوي، انظر هذه العبارة، لخص كل الكلام بهذه، لكن ما قال، قال القرآن خرج من الله، لكن قال بلا كيفية. انظر الآن، وإن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ يعني خرج، ليس بدأ، بدا خرج ظهر. نعم. بلا كيفية قولا. ما معنى قولا؟ أعوذ بالله، ذهب كل الدرس، يجب أن نرجع من أول وجديد. يعني لا يجوز الصوت يعني قولا، يعني نزل القرآن من عند الله بهذا النظم. ليس المعنى، اسمع، ليس المعنى من عند الله وجبريل أو رسول الله هو الذي صاغ الكلام. المقصود أنه نزل القرآن من عند الله بهذا النظم الذي نقرأه، الذي نقرأه نزل من عند الله، لكن ما لفظه الله، اصبر الآن، ما لفظه
وصوت به، هذا مستحيل على الله. تمام، انتبهوا. نظما الكلام مهم يعني. طبعا مهم، يعني ما أحد تدخل في نظم القرآن، لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه ولا أحد. أما انتبهوا، أما الحديث والحديث القدسي معنى نعم رسول الله يتكلم بألفاظ من عنده. إيه؟ لا هذا لسه، هذا الآن، هذا الذي سنتكلم عنه. هنا قال بلا كيفية، قولا يعني نزل من بدا من الله عز وجل، قولا لا صوتا، بدا من الله عز وجل بهذا النظم. ما أحد تدخل بنظمه أبدا. جيد. الآن طبعا 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 فقط القرآن، القرآن نزل بمعناه ونظمه من عند الله تعالى. تمام، هكذا، هذا معنى قولا. لا تفهم لفظا، لا تفهم صوتا. هذا دليل المدلول. نزل إلينا من عند الله عز وجل نظما. نعم، النظم هو دليل الصفة القائمة بذات الله. بقي السؤال الذي سأل عنه الشيخ مهند، كيف أخذ جبريل من الله؟ يعني قولي يعني أخذ من الله، كيف أخذ قولا يعني النظم يعني من ينظر؟ ما فهمت والله. هذا رأي الحنفية. اسمع الآن، الماتريدية يا شيخ مهند، ايه شايف عم تلعب بالقلم والمسطره. ايه المهم، عند الماتريدية احالوا ان تسمع الصفه النفسيه، قالوا مستحيل ان يسمع كلام الله النفسي، ان يسمع احد كلام الله النفسي مستحيل. يقول هذه صفة قائمة بالله، فكيف تخرج منه؟ تبه. إذن كيف أخذ جبريل؟ الله عز وجل خلق اللوح وقال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ضمن ما كتب ماذا سينزل على الرسل، كتب التوراة، كتب الإنجيل، كتب القرآن. ما في نفس القلم يعني. هو القلم يكتب بأمر الله. كيف يعني كتب القلم؟ كيف يعرف يعني ما سيكتب؟ شيخنا كيف عرف القلم مثلا كتب، ما اسمك أنت؟ محمد. يا شيخ محمد، كتب القلم أن محمد سيعيش 100 سنة، فكتب القلم، كيف علم القلم؟ لا يعلم. كتب أو ما كتب؟ كتب. كتب أيضا، كتب كلام الله، كتب كذا، كتب كذا. أيضا تريدني أن أعرف كيف فهم القلم؟ والله لا أستطيع. بأمر الله هو أصلا. قال سيد ألا يوجد بعض الأقلام يعني فيه كتب على كتاب الله أو شيء مثلا يقرأ ألف لام ميم. تمام يعني تمام. إيه قلم الله أعظم. لا يفهمه، لا يفهمه. نعم. لا يفهمه. تمام سيدي. خلق الله. أكتب كتب. ومما كتب القرآن ما سينزل على الأنبياء. هذا رأي الماتريدية.
رأي الأشاعرة أن الصفة النفسية يجوز أن تسمع. اسمع اسمع. يجوز جبريل الله قادر، أنت أنا ضعيف، إذا في نفسي كلام لا أستطيع أن أسمعك ما في نفسي ماذا أقول إلا بلسان، لأني أنا ضعيف. أما الله عز وجل قادر أن يسمعك ما في نفسه بلا صوت ولا حرف. فعند الماتريدية عند الأشاعرة الله إذا أراد أن ينزل قرآنا أسمع كلامه النفسي لجبريل ونزل بلا صوت ولا حرف. أبدا، كلام نفسي أصلا، الكلام النفسي. أنت الآن لو قدر الله أن تسمع كلام النفسي ستسمع صوتا أو حرفا؟ شيخنا شيخنا، أنا الآن لو أتكلم في نفسي، أنا الآن أتكلم في نفسي أقول لماذا هذا الرجل يعني يسألني هذه الأسئلة. مثلا لو أنا الآن أتكلم في نفسي، لو قدر الله أن تسمع ما في نفسي هل ستسمع صوتا؟ أسمع لا الآن لا، ولكن بأمر الله. لو قدر الله أن تسمع كلام نفسي ممكن. تمام، تسمع لكن لن تسمع صوتا. لا يوجد، لأن أصلا لا يوجد صوت. في الآخرة نسمع. ماذا تسمع؟ مثلا يوجد في الأحاديث مثلا الله يكلم الناس مثلا. تمام، نفس الكلام نفس الكلام نفس الموضوع. اصبر، إذا فهمت هذا تفهم ذاك. يعني عند الماتريدية يوم القيامة الله ينادي، عند الماتريدية يعني الله يأمر ملكا أن ينادي. اسمع الآن، يعني المستحيل عند الماتريدية مستحيل الآن ومستحيل يوم القيامة. تمام، النبي قال ما منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. عند الماتريدية هذا مؤول بأنه سيجعل ملكا يخلق. عند الأشاعرة سيكلمه الله بكلامه النفسي الذي لا صوت ولا حرف ولا شيء. لا بلا كيفية لا نعرف. نعم طبعا طبعا لا تعرف. بناء عليه موسى عليه الصلاة والسلام ماذا سمع؟ على قول الماتريدية الله عز وجل خلق أصواتا في الشجرة سمعها موسى تدل على كلام الله، وما سمع كلام الله النفسي. كما أسمع منك الآن كلام، اقرأ قرآن. تمام، الآن أنا سمعت منه قل هو الله أحد. نعم. هذا مخلوق. نعم. يدل على المعنى القائم بذات الله. فموسى عليه الصلاة والسلام سمع من الشجرة كلاما يدل على كلام وما سمع كلام الله النفسي أبدا. ماذا يقول الأشاعرة؟ أصبر. الأشاعرة يقولون موسى سمع كلام الله النفسي. الآن سأذكر لكم دليل الماتريدية ودليل الأشاعرة. كلام النفس القديم موسى عليه السلام حادث مخلوق، كيف؟ طيب أنت ترى الله يوم القيامة، الله قديم وأنت حادث، كيف ترى الله؟ ما علاقة هذا بهذا؟ طيب المهم إيه؟ يا مولانا جميل إيه؟ الحقيقة تعرف يوم القيامة، ولكن هذا نعم. الآن الماتريدية قالوا صفة الله كيف تخرج منه؟ فلا يسمع. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا كلامه يسمع. جيد. طيب قلنا إذا كان موسى سمع، يعني أنا أرى أن دليل الأشاعرة أقوى. اسمع، نقول لهم إذا سمع
كلاما دالا. ما في مشكله والله انا اشعري يعني. ايه أيوة اسمع الان لو موسى ما سمع كلام الله، سمع شيء يدل عليه، لماذا هو خص بالكليم؟ اذا انا الان كليم الله، هذا لما قرأ قل هو الله احد انا سمعت شيئا يدل على كلام الله فانا كليم الله. اذا موسى سمع شيئا يدل على كلام الله لماذا هو الكليم؟ طيب اصلا الكافر الان تكليم موسى تكريم؟ تكريم من الله؟ تكريم من الله؟ اكرام؟ طيب اذا سمع ما يدل الكافر، الله قال فاجره وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع ما يدل على كلام الله. طيب الكافر بماذا فضل، كما يقول الامام الغزالي، بماذا فضل موسى على الكافر؟ نفس الشيء. الان من الكليم؟ فقط موسى، حتى نبينا ليس كليما، نبينا ليس كليما. طيب إذا سمع النبي ما سمع كلاما يدل على كلام، ما سمع جبريل؟ سمع. لماذا ليس كليما؟ ما سمع الكلام النفسي. أنه سمع كلاما نفسي. من؟ موسى. لذلك خصة. وغيره ما سمع الكلام النفسي ابدا. طبعا الماتريدية يا اخواننا لا تحزن انت والله ماتريدي اشعري كذا، نحن ما في بعض الجزئيات الماتريدية دليلهم قوي، في بعض ما في مشكلة ابدا، وهذا ليس محل يعني والله خطأ في العقيدة، ما في مشكلة. نعم الماتريدية أجابوا عن هذا، قالوا لأن في العادة كل من يسمع كلام الله يسمع إما بكتاب وإما بجبريل بملك. موسى سمع من الشجرة فكان بطريقة مختلفة فخص باسم الكليم، لكن هكذا يقولون. أنا أراه بعيدا. لماذا؟ لأن أيه أعظم، جبريل أو الشجرة؟ والله جبريل. نبينا محمد أو الشجرة؟ فالصحابة إذا سمعوا من محمد صلى الله عليه وسلم هذا أكرم من الشجرة، يعني الصحابة أولى أن يسموا كليم الله أو كليم الله، فلهذا السبب. وما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة. فموسى في اعتقادي أنا سمع كلام الله النفسي، ولذلك خص بهذا الاسم. تمام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. بقي شيء أخير، ما الآن إذا يوجد أي سؤال اسألوا. بقي شيء أخير، القرآن كله كلام الله، لكن ليس القرآن كل كلام الله. القرآن كله كلام الله، ولكن كلام الله أعم من القرآن. التوراة كلام الله. حتى الله ما أطلع البشر من كلامه إلا يعني أقل القليل، لأن الله قال عن كلام، يعني كلام الله لو ينزل علينا هو يساوي علمه، يعني لو مليار مجلد أكثر. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله عز وجل أطلعنا من كلامه على ما يهدينا ويفيدنا. نعم. بقي أن نقرأ. هو ما ذكر شيء من هذا الكلام يعني إلا القليل، فسنقرأ في الدرس القادم إن شاء الله نرجع.
الانسان يجو قلبه الهام يا وسوسه الهام يعني كلام من الله الالهام هو عباره عن خلق الله لمعنى في نفسك ان يخلق قد يكون هذا يعني من الله وقد يكون من الشيطان والفاصل بينهما اذا كان موافقا للشرع فهو من الله اذا يطلق كلام الله ها لا يطلق ليس كلام الله من خلق الله نعم نعم لذلك الله ماذا قال وأوحينا إلى أم موسى هذا ليس كلاما أوحينا ليس إلهام إلهام خل ليس بدليل أن الله قال وأوحى ربك ليس وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فالنحل الله كلمه تمام هذا مثل هذا يخلق في نفسه معنى يرشده إلى مراشده صحيح نعم السؤال إيه؟ الاسم يفيد الثبوت مثل الصفة المشبهة الفعل المضارع يفيد الاستمرار مثلا لا ما معنى الاستمرار إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني يصلون الاستمرار ما الاستمرار يصلون ما معنى يصلون دائما أم أحياناً كيف هذا يصلون؟ هذا يختلف بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى الملائكة وبالنسبة إلى الإنسان تمام؟ لا نعلم بالنسبة للإنسان قد يكون يصلون بمعنى الاستمرار بمعنى لا يوجد وقت من الأوقات لا يوجد أحد لا يصلي على النبي الله قادر على ذلك يعني الآن أن نحن لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا يصلي يسكت فلان يبدأ فلان فيمكن يوجد استمرار بهذا المعنى يعني الاستمرار ما معنى يعني الدوام الدوام يعني ليس الفاصل بينهم نعم لا يوجد فاصل أبدا الاستمرار هذا هو يعني تمام فالآن يصلون لكن ليس كل إنسان يصلي دائما لأنه ينام غير وهكذا فتحقق هذا بالنسبة للإنسان تحقق هذا بالنسبة لمن؟ للملائكة الله يمكن وكل بعض الملائكة يصلون دائما والملائكة لا تحتاج لا أن تنام ولا أن تأكل ولا أن تشرب ولا إذا وكل الله ملائكة تدوم ما في مشكلة والله عز وجل هو دائم سبحانه وتعالى هو دائم هو يعني هذا يؤيد قولكم يصلوا الله دائما يتكلم دائما يصلوا على النبي طبعا يعني كلام الله أصلا أزلي أبدي أستاذ مثلا حسن صفة مشبهة يعني هو حسن هذا أيضا حسن دائما ما الفرق بين الاستمرار وبين الثبوت مصلي يجوز ايه حسن هذا إيه؟ حسن إيه؟ هذا يحسن ايه ما الفرق بينهم حسن سيدي اصلا يحسن لا يجوز ان تقول على الشيء الدائم يحسن تمام هل يقول تقول هذا يحسن وجهه يحسن يعني استمرار يعني دائما لا لا الصفة المشبهة تدل على الثبوت ثبوت فتقول حسن طبعا طبعا ليس دائما شيخنا لكن مستمر دوام نسبي دوام يعني هذه المرأة حسناء يعني 10 سنوات 20 سنة بعد ذلك لن تكون حسناء يعني ليس دوام خالدين فيها أبدا في جامعة إلهية الثانية يسأل سؤالا مثلا سؤال هكذا شرط الإيمان 6 إذا نريد أن نخرج أحدا منهم نخرج القدر لماذا دائما يسأل يعني هذا السؤال يعني إذا نريد أن نخرج منهم أحدا
قدر. تمام. لأن عندهم يا شيخنا عندهم أصل فاسد، وهو أن الله إذا قدر في الأزل وعلم إذن هو أجبر، عندهم هذا، فيقولون نعم يجب أن نخرج القدر. ما معنى القدر؟ يعني هذا قبل أن يولد هذا الشاب في الأزل كتب الله ماذا سيفعل، ماذا سيأكل، ماذا سيصلي، ماذا لا سمح الله سيعصي، هل يؤمن، كله مكتوب، وهذا يمشي على الطريق الذي رسمه الله. كل أي جزئيات، والله عدد النفع الآن هذا فعله هكذا، هذا مكتوب في الأزل. تمام مولانا، كله مكتوب في الأزل، لا يوجد شيء. لا. المهم تمام. فهم عندهم أن هذا، إذن الإنسان مثل، انتبه الآن، الله وضع سكة للترين أو ترام، سكة ما اسمها عندهم؟ المهم الله وضع الإنسان على السكة ودفعه وهو يصل واحد لا يستطيع لا هكذا، وإذن الإنسان مجبور. عندهم هذه المشكلة، ونحن لذلك يجب أن نخرج القدر. غير معقول يقولون الله عز وجل قدر كل شيء، حتى يعني الله كتب فرعون كافرا من الأزل. مسكين فرعون، مسكين مسكين، يعني الله كتبه ولا يمكن، هكذا يقولون. أبو جهل الله كتب أن يكفر، أخي انتبه الآن، هذا إما جاهل وإما يعلم لكن يريد أن يقول الله جاهل، الله جاهل. تمام. أما كيف الحل لهذه المسألة؟ الحل بسيط، أن الله عز وجل قدر متى، إن صح كلمة متى، الأزل لا يوجد متى، الله قدر في الأزل. هل الله عالم في الأزل ماذا سيكون؟ تمام. فالله بفضله واختياره قدر ماذا ستختار أنت، فالله قبل أن يخلق فرعون يعلم أن فرعون سيأتيه نبيان ويقولان يا فرعون نرجوك أسلم، نرجو، يقول أنا ربكم، يا فرعون يا حبيبي يا قلبي أنت لست ربان، فقولا له قولا لينا، بل اطلبوا الإذن منه فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني نعم، فهل لك، يعني نحن نريد أن ننصحك، عندك وقت؟ إذا ما عنده وقت نأتي في وقت آخر، والله هكذا. طيب مع هذا يقول لا، الله يعلم هذا، كتب بحسب ما سيختار فرعون، فلا يوجد إجبار، لا يوجد إجبار. يلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.